فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص وحي أدي أنت قرآن كسدح ميلود ميل كاميرا قرآن كمرك سدح ميلود قيبيو ميل كاميرا وتبنجز تبنجز أو قرآن كاميرا أي أدي أنت سورة الإخلاص سورة ديارة سورة سيطة أركتين آيات كأوير آية ذهل ويريهين ثلث القرآن أدي أنت محال قوضة ثلث القرآن أدي أنت علماء قال راح يكون فسره ومن حيث الأجر أو وحي إلى أن قفك توان جزء آخرية أو أي سنكجر سورة الإخلاص إيا قفك سورة الإخلاص كلي قيد آخرية اسكو أجر له توان كجزء أجر كهلا يوكاو سورة الإخلاص كهلا بعض العلماء وحي إلى أن مايا ثلث القرآن وحلولة كهلا قرآن كوا سدح قيبا قيب وحوك هذا الله توحيدك قيبنا وأحكام قيب القرآن كم إذا وقصص سد حلاس قيب وقيب كم إذا أي صورة دان يقول لي أنت أو محي قيبتك كهذا شو ما هي صورة دان توحيدك كهذا شو ما قاعد عذاب اللي رأسه ما صورة الإخلاص كل توحيد صفات إله سبحانه وتعالى أي قصة أبسطة سد درت إذا وحى الله يري والله يري تعدل ثلث القرآن صورة دان مركز صورة فضل بضمه صورة الإخلاص حديث عائشة رضي الله عنها اثنين صحابة كمذا والنبي عليه الصلاة والسلام وأمير وقال لي السرية يعيدا ودري أيامك صاحب بدي سد جناي وعكد جنجر سورة الإخلاص يعني مركو فاتح هذا آخر يوم سورة كارو آخرنا يا سورة الإخلاص وراعنا يا مروا بسورة الإخلاص وآخر يوم وإلى هذا لنا وحي إلى هذا ورنيه سورة الإخلاص كقابصة كلي هذه كلا سورة ذاك كلا مكة آخر سو أيها كلا هاس كدرين ما يكلا حن ما يو سيد أنا إذا كنت جينا يا صلاة هذا إذا بستنا وإذا كتجي يا أبي إمام إذا نغن ما يو ويجي على يني نكو كلا صنايم بوها ويكلا حن مرك النبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم أرنتي بوشيء نبي وأويا وعكير محاكو وحن بار وحري رسولك إلهي سورة الإخلاص وأن جعلها لأنها صفة الرحمن الله الرحمن كصفة دي سواي الله الرحمن كصفة دي سواي نبي عليه الصلاة والسلام يقول حبك إياها أدخلك الجنة جعلك على صورة أن جعشها أي جندك قريب على جندك قريب جعلك على جعشها سورة الإخلاص مركز صورة أن مع صغرها أيضا صورة لها قرآن كوير يركمدة هذا نوحي كم تاسورة لها أغفل لك بضان قرآن الكريم كان